طيب أعزائي المشاهدين والمشاهدات، حضراتكم النهاردة في عندنا كلام محدد جدا من وزير الري المصري بيقول إن مصر بتواجه ندرة مائية فريدة من نوعها. ندرة مائية فريدة من نوعها، يعني الراجل تحديدا وبالأرقام بيقول إن مصر بتعتمد بنسبة 98% على مياه نهر النيل، ودي معلومة كلنا عارفينها، وبيقول ان نصيب الفرد في مصر من مياه يقترب من الندرة المائية المطلقة، وبيقول ان احنا الفرد من حضراتكم ليه 500 متر مكعب سنويا، ودي اقل نسبة موجودة في النسب الطبيعية عند بقية الدول، وبيؤكد انه العجز المائي اللي مصر داخلة عليه هيوصل ل 55% من احتياجاتها اللي هي محتاجاها. احنا عندنا عجز بنسبة 50% مائي يا جماعة. استاذ احمد عطوه، طيب في ما هو أسوأ من ذلك حضراتكم، ودي الإحصائية التي الآن تجوب العالم كله، دي الحاجة بقى اللي احنا نتوقف قدامها كتير قوي. حوالين ان يكون مصر اللي فيها نهر النيل والبحر الأحمر والبحر المتوسط، مصر طول عمرها هبة النيل زي ما قلنا، يكون النهاردة تصنيفها على مستوى العالم الدولة الأولى في الجفاف. يعني لم نصنف دولة صحراوية من الدول الصحراوية. النهاردة حضراتكم دي الإحصائية الرسمية الآن العالمية اللي بتتكلم حضراتكم على نسبة أكثر البلدان جفافا في العالم، أكثر البلدان جفافا في العالم. لما يكون سعادتك النهارده الاقي النهارده مصر رقم واحد، بعدها رقم اثنين ليبيا، رقم ثلاثه السعوديه، طبعا اشقائنا في ليبيا او السعوديه او بعدها قطر او الامارات او البحرين او يعني هذه كلها دول خليجيه معروف انها بتنعم وترفل في ارض صحراويه، ولكن عفوا ليس عندها لا نهر نيل وليس عندها بحر احمر ولا بحر متوسط. كيف ان انا اوصل الان بهذه المرحله ان مصر تحتش لتصل في رقم واحد في العالم في الجفاف؟ احنا لسه كمان سد النهضه ما اشتغلش في الملء الخامس وعمل عندي حجب 20 مليار متر مكعب او 25 مليار متر مكعب. ده احصائيه المفروض زي حرجع تاني بقى اقول لمن يدير البلد يكون على احاطه بهذه الازمات. شيء طبيعي قدامك ازمات هتقابلك زي ازمات مائيه دي، هتعالجها ازاي؟ هتعمل ايه؟ انت عالجت ازمه الجفاف بتاعت مصر بمزيد من الجفاف، وذهبت الى اثيوبيا ووقعت معاها معاهده عشان تحجز كمان من حصتك ومن ميتك، فتزيد الامر سوءا وخطوره وضرر. ما ده بقول لك بقى زي ما قال محمد معيط، قال لك احنا مش عارفين الازمات العالميه والاقليميه هتودينا على فين او رايحه بينا على فين. يا نهار ابيض، طب ادي ازمه ماليه وجفاف الان مصر، علشان انتم مش عارفين البلد دلوقتي رقم واحد. ادي حضراتكم هتقولنا تاني يا جماعه الاحصائيه العالميه اللي مصر رقم واحد في الجفاف على مستوى العالم، اهو قدام حضراتكم التصنيف العالمي، واقل معدل كمان لهطول الامطار. ده انا بقولك احنا سبقنا ليبيا، طبعا ليبيا منظمه طبعا للاسف الشديد، أرض ليبيا معروف أرض صحراوية، السعودية، قطر، الإمارات. أنا حقيقة ما أعرفش حتى الآن كيف وصلنا لهذه المرحلة، والقائمين على الأمر إيدهم في المية الباردة، بل سعوا إلى توقيع اتفاقية تحجز مزيد من المياه والحصة التاريخية لمياه نهر النيل عن شعبنا. إحنا في أزمة حقيقية، إحنا في أزمة مائية، ده إحنا في أزمة خانقة في هذا الوقت، وده سيناريو ما كنا أبداً نتوقع ان احنا نصل اليه بهذا الشكل بهذه الاحصائيه الموجعه طبعا لاي مصري. طبعا في يعني في مقال في الحقيقه بيعدد عدد من الافكار الرئيسيه فيما يخص موضوع النيل ومصر. المقال ده يعني بيجمع ما بين الصور الفضائية والمفاوضات الفاشلة. المقال بيلم أسباب 10 كاملة ليه إحنا
وصلنا لهذا المنحنى الصعب. وبيجمع الأفكار الرئيسية ليه أثيوبيا عندها مخاوف وليه مصر والسودان عندهم مخاوف، ولا يستطيع ولم يستطيع المقال أن يرد عن طب يا جماعة إزاي هنعالج هذه المخاوف اللي موجودة عند كل طرف من الأطراف. ويبدو أن هناك أمور قديمة متعلقة بعلاقات مصرية أثيوبية سابقة هي اللي مأثرة تأثير سلبي لدرجة أن الأثيوبيين مطنشين أي نداءات أو لقاءات أو اجتماعات مع الوفود المصرية. وباختصار بينهي المقالة السبب الأخير يعني، بيقول أو بيعيد إعلان فشل المفاوضات، أن احنا في ديسمبر اللي فات مصر أعلنت فشل كل خطوات التفاوض مع أثيوبيا، وكل هذا التعداد والتعديد للأسباب المختلفة في مسألة المياه وسد النهضة رايحة لمنطقة تعقد سياسي بلا حلول عسكرية. يعني ما تقلقوش يا جماعة، احنا هنقبل موضوع المياه وهنقبل موضوع انه الاخوة الاثيوبيين مطنشنا وهنكمل على كده. قد لا يرضيكم، قد لا يكون سببا من اسباب احساسك الداخلي في قلبك وفي عقلك وفي بطنك ها بالكرامة الوطنية. قد لا تجد مية كفاية تشرب وتغسل وتاكل وتستحم، لكن النظام المصري راضي مبسوط تمام مع دولاراته، بنكه المركزي تمام، هو تمام. واضحة عشان مش محتاجين الموضوع يبقى فيه يعني ايه كلام اكتر من كده. استاذ احمد، فيما الان تتعرض مصر لهذه الازمه المائيه الخانقه، لا يزال حقيقه يعني اثيوبيا تتغطرس برايها وماضيه في طريقها، الناس بنوا السد والناس يعني الان حيملوا الملء الخامس، وانت بقى قاعد تقول كل شويه مصر تحذر من السياسات الاحاديه لبناء سد النهضه. يا عم الكلام ده بقى له 6 سنين بيتقال، الكلام ده العناوين دي بتقولها بقى لها 6 سنين، ان احنا مصر تحذر. وبعد ما حذرت وهددت ورحت مجلس الامن، ما انت سعادتك لما انت طلعوا العقد بتاعك كنت موقع لهم على البناء، ده حقك، ده حقك تماما. فالنهارده الاخبار ان مصر بتحذر من سياسات الاحاديه اللي بدات سد النهضه، وان بتقول ان ده عدم استقرار. طب ماذا فعلت يعني غير هذا التصريح؟ ما هو الاجراء بقى؟ يعني انت النهارده قلت ما هو الاجراء، ما جيبوا لنا يا جماعه الخبر بعد اذنكم، يعني ما هو الاجراء؟ في نفس الوقت انت قلت تاني اهو النهارده ان مصر بتطالب اثيوبيا بدراسات فنيه تفصيليه حول اثار سد النهضه، بقالك 3 سنين 4 سنين بتطلب هذا الطلب، ومحدش اجابك من ابي احمد ولا في اثيوبيا، عملت ايه؟ انت سعادتك النهارده نفس القصه ان مصر بتطالب اثيوبيا بدراسات، ما جابلكش دراسات ولا عرض عليك دراسات، وراجل شغال بيبني السد بتاعه وبيشال توربينات وبيملى ملا اول وثاني وثالث ورابع احادي، ولا سائل فيك ماذا صنعت؟ ماذا صنعت؟ ده السؤال. لان النهارده يعني للاسف هنفضل دايما نقول مصر تحذر ومصر تقول ومصر، طب ماذا عن الاجراء بقى؟ الكلام ده من 2015 من توقيع اتفاقيه في مارس 2015 لحد النهارده ساعتك 2024، 9 سنين، وانت عمال تقول مصر تحذر او مصر، لا انت لم تتخذ اي اجراء حقيقي لايقاف هذه التصرفات الاحاديه الاثيوبيه، كما لو كان أنت تساهم مع إثيوبيا في ضياع الملف، ضياع الملف المائي. هم ماشيين معاك في المفاوضات بياخدوك في اتجاه يمين واتجاه شمال، والدواخين يلمونا من أديس أبابا إلى القاهرة إلى الخرطوم، الخرطوم من القاهرة إلى أديس أبابا، وعمالين يلفوا بيك، وأنت بتلف معاهم بقالك 6 سنين، وما فعلت أي شيء على الإطلاق. إنما للأسف في ظل ما إحنا بنعمل كده راحت إثيوبيا متعاقدة مع إيطاليا وامتدت مع، طبعا عملت علاقات مع إسرائيل وعملت علاقات ممتدة مع الاتحاد الأوروبي وعملت علاقات ممتدة مع الصين وروسيا. ليه؟ قال لك عشان نأمن السد بتاعنا، نأمن تأمين سد النهضة، لأن ممكن حد يعني يفكر أنه يمس السد بتاعنا. فجابوا شركات إيطالية
ومدفوع لها طبعا مليارات ايضا الدولارات او ملايين الدولارات علشان تحافظ لهم على السد. هل في يا جماعه يعني حد عنده راي في هذا الموضوع؟ تعالوا نسمع استاذ موارد المائيه اللي يعني الحكومه بتقول دايما او بتعتمد عليه دايما كمتحدث وحيد وخبير مصري وحيد مستقل، يعني اذا كان مستقل فعلا. ده مش دكتور عباس شرقي؟ طب والله كويس، تعال نسمع الدكتور اللي اسمه مش باين لغايه دلوقتي ده. طبعا هو دايما بقى يعني بعد فشل اي جوله مفاوضات بيكون في غضب في مصر، سواء على مستوى المواطن وعلى مستوى المسؤولين. فمصر لما يأست من وجود مرونه من الجانب الاثيوبي في شهر نوفمبر، اضطر الوزير وهو في اللجنه ان يعلن انه دي اخر جوله مفاوضات معانا، وبالتالي انهى المفاوضات من نحو 6 اشهر، ولم تعد هناك اي تواصل مع اثيوبيا. وكان يعني انا كنت بعتقد ان احنا لازم نستمر في المفاوضات بنفس اكثر، علشان حتى دلوقتي بدل ما نسيب القرارات كلها تنفرد بيها اثيوبيا، يعني احنا الملء هيبدا بعد شهر تقريبا في اواخر يونيو، وما نعرفش لغايه دلوقتي اثيوبيا هتخزن قد ايه. كان يجب ان نتوافق على كده، يعني هو فاضل نحو يعني هم خلصوا على 42، فاضل 34 مليار للوصول الى 76 مليار. هم اعلنوا او تسريبات بتقول هيخزنوهم على سنتين 24 في 12، ومصر كانت طالبه يبقوا لا على 3 سنين كل سنه 11 مليار بس علشان ما نتاثرش كتير. طيب احنا دلوقتي اديناهم فرصه هم ياخدوا القرار اللي يخزن كما يشاء. طيب وتشغيل التوربينات عشان نضمن الميه تجي لنا، ما هو ما فيش طريق تجي لنا الميه الا عن طريق تشغيل التوربينات، عشان كده بنقول مفاوضات الملء والتشغيل. ده كان صوت ورأي الدكتور نادر نور الدين رئيس قسم الموارد المائيه في جامعه القاهره، وانا بشكر حضراتكم جدا جدا ان انا يعني بعتذر لكم ان احنا لم نقدم الاسم قبل ما نعرض الفيديو، وهذا رأي انا رأيي انه مختلف وجديد. احنا الحكومه دي والنظام ده بيحبوا او الاعلام ده بيحبوا الدكتور عباس شرقي. والدكتور عباس شرقي عايم على عم الدوله. الدكتور نادر نور الدين بيقول لك طيب انت سحبت المفاوضات وقلت انها فشلت ثم وقف الموضوع. سياسيا او علميا او عشان يعني نلاقي حلول لهذا الموقف المتعثر لازم نشوف اعاده تواصل مع الاثيوبيين. رايي انا رايي انه هو راي مختلف، مش لازم اتفق معاه، بس هو راي كويس لانه طيب ماشي، ما احنا كده ما نتحركش فعلا. طب النتيجه ايه؟ ان احنا نظل في هذا الموقف ما بنتحركش لا من قريب ولا من بعيد. بشكر طبعا دكتور نادر نور الدين على هذا الراي، واتمنى طبعا كان هذا جزء من حواره مع الاستاذ سيد علي في قناه الحدث.